مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من محيط مخيم عن الحلوة. هل هدأت المعركة في مخيم عن الحلوة؟ طبعا يعني إذا بنرجع شوي منذ حوالي الدقائق القليلة الماضية سمع بعض إطلاق النار، بعض الطلقات النارية هنا في منطقة الطوارئ. يعني مثل عم نشوف هلأ في هذه اللحظة هناك هدوء حذر، بعض الطلقات النارية التي تخرق الأجواء وبعض القذائف. طبعا لا يمكن حديث عن هدوء وعن يعني توقف المعارك، لكن ممكن الحديث الآن عن هدوء حذر يتخلله بعض الطلقات النارية. طبعا يعني بالعودة اليوم لهذا النهار الطويل، يعني الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي، واليوم دخلنا في الليلة الرابعة التي بدأت مساء الخميس. طبعا يعني هناك العديد من المفاجآت التي حصلت بالأمس، منها فتح المعركة على أكثر من جبهة، ولكن اليوم ما حصل هو أيضا يعني إذا فينا نحكي عن تقدم كان لبعض العناصر فتح في بعض المحاور، حيث كانت يعني سيطرت على بعض المناطق التي لم تكن هي متواجدة فيها. غدا مشاهدينا الكرام يعني يشهد الأمن العام مقر الأمن العام اجتماعا للفصائل الفلسطينية بدعوة من اللواء بيسري. طبعا هذا الاجتماع يعني يراهن عليه الكثير أن يخلص إلى إذا بنحكي أن يخلص إلى نتائج إيجابية، لا سيما بعد يعني تدهور الوضع الأمني وتدهور الوضع الإغاثي، لا سيما ما رأيناه اليوم من النازحين وأوضاعهم الصعبة، ولا سيما في مدارس الأونروا وأمام بلديات صيدا. وصدر بيان عن حركة أمل حذر من معلومات ودسائس مشبوهة، وقال يتم تداول المعلومات أن حركة أمل تحشد قواتها في الغزية وحار صيدا، وهذا الأمر يتكرر يوميا. أن الحركة سباقة دائما بالعمل لوحدة الصف الفلسطيني وحقن الدماء ومنع الفتنة بين الأخوة وسلام السكان المخيم والجوار، ولا تتخذ جهدا في سبيل ذلك، وكل كلام يساق من غير هذا التوجه لا يمثل الحركة وهو دسائس مشبوهة. أيضا أصدر محافظ الجنوب قرارا يقضي بإقفال سراي صيدا الحكومي غدا. أيضا الجامعة اللبنانية أعلنت إقفال جميع فروعها، أيضا جامعة الجنان. أما مدارس صيدا فكلها أعلنت عن توقف، أو يعني كان من المفترض أن تبدأ غدا الدراسة في بعض الصفوف، أعلنت عن توقف حتى إشعار آخر. فإذا مدارس صيدا لا سيما المقاصد والفرقان أعلنت عن توقف التدريس حتى إشعار آخر، أي حتى انتهاء المعارك داخل مخيم عين الحلوة. وكان لافت اليوم أيضا تعرض حاجز للجيش اللبناني لقذائف أدى إلى سقوط 5 جرحى، 3 منهم نقلوا إلى مستشفى الراعي واثنان نقلوا إلى الطبابة العسكرية، واحد من هؤلاء الجرحى بحال خطر. وكل الكلام الذي يقال عن استشهاده هو كلام عار عن الصحة، فبالتالي 5 جرحى للجيش اللبناني. هذه الأجواء مباشرة من محيط مخيم عين الحلوة، الهدوء الحذر الذي يتخلله بعض الطلقات النارية.
النائب عبد الرحمن البزري أيضا كان له تصريح أو بيان يقول فيه: الصيدة ضاقت ذرعا من تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلو. وحذر البزري من أن صيدة تعيش حالة من الغضب العارم نتيجة تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وتداعيات هذه الأحداث الأمنية على المدينة ومصالحها وأبنائها ومحيطها ومخيماتها، في ظل غياب حقيقي لأي حلول ناجحة وصريحة وصادقة لوقفها ومنع تكرارها ونزع الفتيل الأزمة منها. وختم بزري داعيا إلى الوقوف الفوري والجد للشبكات والبحث الحقيقي عن إيجاد حلول لمنع تكرارها. قوات الأمن الوطني الفلسطيني أيضا أصدرت بيان أدانت فيه استهداف مراكز للجيش اللبناني، يعني فإذا حتى الساعة الهدوء الحذر كما يظهر الأجواء حاليا هادئة. مثل ما ذكرنا هناك بعض الطلقات النارية وبعض الخروقات، ولكن ليس هناك من اشتباكات حتى الساعة. يعني بانتظار مشاهدينا ماذا سيحدث غدا، يعني الاجتماع المرتقب لدى الأمن العام والنتائج التي تنتهي، هل هذه النتائج ستكون إيجابية على المخيم؟ وهل هناك من بوادر أم أن الأجواء أو الاشتباكات ستستمر؟ وبالتالي هناك أسئلة تطرح عن من المآسي، هل يتحمل الفلسطينيون المزيد من التهجير؟ فهناك أسئلة تطرح إلى متى ستستمر هذه الاشتباكات؟ وطبعا يعني دون أن يكون هناك أجوبة حول مصير الوضع في صيدا، مصير العام الدراسي، مصير يعني نحن كما ذكرنا سابقا في شهر أيلول يعني بعض المدارس أعلنت عن العودة إلى المدرسة. هناك الكثير من الأسئلة. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، هذه هي الأجواء من محيط مخيم عين الحلوة. يعني حتى الساعة كما ذكرنا أن الهدوء الحذر يتخلله بعض الطلقات النارية، بعض القذائف والقنابل التي تسمع من الحين إلى الآخر. فإذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زايد يوسف وصوت بيروت انترناشونال.